باهي نواصلوا مع لي زاكتيف، باش نمشيو تويكا لي زاكتيف كورون لي ديري ديري نتاعهم ديما اقل من العام. نبداو اول حاجه في لي زاكتيف اللي هما ستوك. ستوك شنو نلقاو فيه جينيرالمون؟ نلقاو فيه ستوك دو مارشانديز و ستوك دو برودوي فيني. باهي كليون اي كونت راتاشي، كليون اي كونت راتاشي نلقاو اي حاجه تخص لي كليون، سورتو لي كريونس كليون، كيما نقولوا فلوس متخلده بذمه الحريف لهنا، معناها لونتربريز تسن لكليون فلوس لازم نخلصها لهنا. باهي اوتر اكتيف كورون، اوتر اكتيف كورون شنو نلقاو فيها؟ الاوتر اكتيف كورون نلقاو فيها مثلا لي زافونس، لي زافونس اكوردي او زومبلوي مثلا، كيما نقولوا الخدام العادي السالاري ياخو افونس من عند السوسيتي، تتقيد في اوتر اكتيف كورون. نمشيو للبلاسمون كورون. بلاسمون كورون هو نقصد به الاستثمار. بلاسمون كورون عندنا بلاسمون كورون وعندنا بلاسمون نون كورون. اذا كان عندي بلاسمون كورون نقيده في الاكتيف كورون، واذا كان عندي بلاسمون نون كورون يتقيد في الاكتيف نون كورون. ديما كلمه كورون ديما اقل من عام، وكلمه نون كورون نقصد بها سوبيريور ان عام. فوالا ليكيديتي هي السيوله، نورمالمون لهنا نكتبوا ليكيديتي اي ايكيفالون دو ليكيديتي. ليكيديتي هي السيوله نلقاو فيها البنك والكيس، معناها لي زارجون اون جينيرال. نمشيو للبارتي دروات دو بيلون اللي فيهم الكابيتو بروبر ولي باسيف. الكابيتو بروبر هذوما سو سون لي مويان دو فينانسمون انترن، معناها منا فينا باش نمولوا معناها البروجي نتاعنا ولا ليزاكتيف نتاعنا بفلوسنا الخاصه. شنو نلقاو في الكابيتو بروبر؟ نلقاو لو كابيتال سوسيال او لو كون دو ليكسبلواتون. الكون دو ليكسبلواتون هو راس المال نتاع شخص واحد، نتاع بروبريتير واحد. بار كونتر لو كابيتال سوسيال هو راس المال نتاع مجموعه اشخاص، نجم نقولوا نجم يكونوا انسامبل دي اكسيونير لهنا. ريزيرف، ريزيرف معناها فلوس اون كا دورجونس هنا، ريزيرف معناها فلوس اون كا او، معناتها البروبريتير هو اللي مونك دارجون ولا طايح الكونت نتاعو في الروج لازم يستعمل دي ريزيرف لهنا. عندنا زاد الريزولتا دو اكزرسيس، الريزولتا دو اكزرسيس ينجم يكون بوزيتيف والا نيجاتيف. نمشيو تويكا للباسيف. الباسيف عندنا نون كورون وعندنا الباسيف كورون. بالنسبه للباسيف نون كورون عندنا فيه لومبرا بونكير ا بلوس دانو، تفهمنا في كلمه نون كورون يظهر لي النون كورون ديما ا بلوس دانو والكورون ا موان دانو. نلقى فيها لي زومبرا بونكير ا بلوس دانو والا اي ديت. الديت هما الديون نقصد بهم، الديت هما الديون، اي ديت اكثر من عام ديما تتقيد في الباسيف نون كورون. والباسيف كورون شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها ديت اكور تيرم. فورنيسور اي كونتراتاشي، اش معناه فورنيسور اي كونتراتاشي؟ نجمو نلقاو فيه هذا فورنيسور ديكسبلواتاسيون والا فورنيسور دي موبيليزاسيون. فورنيسور ديكسبلواتاسيون مثلا كليون مش ياخذ سلعه من عند الفورنيسور، مش يشري مثلا حوايج من عند الفورنيسور، يعمل له فاتورة كل شيء ويخلصوا بعديك في الفاتورة هذيك نتاع السلعة اللي باش ياخوها من عنده. دونك هذيك تتسمى ديت تونفير لو فورنيسور. وعندنا زاد فورنيسور دي موبيليزاسيون. فورنيسور دي موبيليزاسيون عندنا تروازي موبيليزاسيون ديجا ريناهم بكري، نجم تكون اي موبيليزاسيون كوربوريل كيما فواتور مثلا. دونك انت كي احنا كي باش ناخذ كهرباء مثلا وتبدا فيها بارتي مش خالصه، تمشي تتقيد في الفورنيسور، معناتها نخلصوا الفورنيسور دي موبيليزاسيون فيها. فوالا دونك اوتر باسيف كورون. بعد اوتر باسيف كورون معناها كيما نقولوا دين صغير، ديت مثلا ديت اونفير لا سي ان اس اس، ديت اونفير ليتا، ديت اونفير لا سي ان ار بي اس، معناها تتسمى ديت صغيره. كي مش كيما نقولوا مثلا ديت اونفير الفورنيسور 30 مليون كهربا مثلا مش خالصه 30 مليون، والا ديت صغيره ب 3 ملايين ولا 2 ملايين. ديما اوتر باسيف كورون قوا ديت صغيره لهنا. والا كريدي، ديفير كريدي مثلا، كريدي صغير مثلا فاتوره مش خالصه حاجه من النوع هذا.
فوالا كونكور بانكير. كونكور بانكير اش معناها كونكور بانكير؟ مادام حاطين البنك في الباسيف معناها راهو الشخص داخل في الروج لهنا، عكس ليكيديتي. ليكيديتي هذوك فلوس ممتلكات، حاجة بوزيتيف بالنسبة ليك. بار كونتر كونكور بانكير هو حاجة نيجاتيف، عبارة انت داخل الكونت بانكير متاعك داخل في الروج. بون بور لو مومون خذينا فكرة صغيرة على البيلون، ان شاء الله في الفيديو الجايين نزيد نتوسع معاكم في لي زاكتيف وفي لي كابيتو بروبري باسيف، واتري بيانتو ان شاء الله نبداو لي زابليكاسيون اللي يخصوا البيلون هذا ان شاء الله.